عقد رقوي إيجاري، واليوم اليوم معين على أن يسهر إطارات أنا هذه بنتي وكانت مغبونة مسكينة وتحت العيال وجدات هذا الحفيرق، الله يعجب بالصحة والستر إن شاء الله، وكاع للباقيين يا ربي، والله يرحم الشهداء اللي حروا الوطن. وراهي عندي أنا ساكنة بصح مغبونة تاع الصح، هذه هي بغيت إن شاء الله يشد النافذ البلاد ويسر لنا البلاد ويرفع لهم ريسانهم. احنا رانا استفادينا من هذا السكن، كنا في حاله تعغبينا، كنت انا والعائله كاع اخوتي ساكنين في دار وحده وربي فرج علينا. عملت اليوم 120 سكن، انطلقت في سنه 2015 وانتهينا ان شاء الله فيها في هذه السنه وتتوزع اليوم على كاملها ان شاء الله.